طبعا احنا بنستكمل محاضرات المراجعه بتاعتنا الخاصه بماده الكمبيوتر نتورك، فكنا وقفنا عند الجزئيه بتاعه الترانسميشن ميديا. فالمفروض ان حضرتك بتبقى عارف انواع الايه الترانسميشن ميديا. طبعا هو بيقول لك الترانسميشن ميديم اللي هي ما بين السندر والريسيفر، ايه اللي بينهم اللي هو التشانل دي، اللي تشانلز دي ايه انواعها بقى. احنا ده كلام على الفيزيكال لاير، ففي عندنا في الترانسميشن ميديا في عندي الجايدد والان جايدد. جايدد يعني موجهه في وايرد في سلك، انما الان جايدد يعني غير موجهه يعني وايرلس. فالجايدد تعرف انواعها ايه، اللي هي التويستد بير والكواكسيال كيبل والفايبر اوبتيك. الان جايدد اللي هو يعتبر الفري سبيس، وبتتكلم تعرف كل نوع من هذه الانواع. يعني الجزء ده يعتبر الاسئله بتاعته نظري، اللي هو تبقى عارف الانواع بتاعت الجايدد اللي هي التويستد بير والكواكسيال كيبل والفايبر اوبتيك. تعرف تويستد بير ده بيبقى الاستراكشر بتاعه عباره عن ايه، زي ما انت شايف كده بيبقى زي عازل وبداخله الكوندكتور، وبيبقى ملفوف حواليه عازل، وبيبقى ملفوف بالشكل اللي قدامنا ده اللي هو الشكل التويستد بير. وين انواعه الانشيلدد تويستد بير والشيلدد تويستد بير. الانشيلدد تويستد بير يعني بيبقى فيه زي طبقه زياده كده، بتبقى اللي هي الشيلدد بيبقى فيه طبقه معدنيه زياده ميتال شيلد كده موجوده، والانشيلدد بيبقى مفيش الطبقه المعدنيه اللي هي الميتال شيلد اللي موجوده عندك. وطبعا هنا الكاتيجوريز يعني بتبقى عارف الاستخدامات بتاعت ايه التويستد بير ايه هي، والكونكتور اللي هو طبعا انت اي كيبلز لازم يبقى ليه كونكتور عشان يوصله بالاجهزه، فتبقى برضو عارف ايه الكونكتور بتاعك. والعلاقه البرفورمانس بيبقى لما الفريكوانسي بيزيد بتلاقي ان الاتينويشن بتاعك بيحصل له ايه، انه بيقل. الكواكسيال كيبل برضو تبقى عارف الايه الاستراكشر بتاعه، اللي هو بيبقى عباره عن زي تو كوندكتور، وفي هنا عندي انزليتور عازل وفي بلاستيك كفر زي ما هو قدامنا كده. وتعرف الكاتيجوريز بتاعه الاستخدامات بتاعه الكواكسيال كيبل. طبعا هو اشهر استخدام ليه اللي هو بيتوصل مع الريسيفر مع الدش بتاعك، فهو كابل التي في الثين ايثرنت والثيك ايثرنت، واشكال الكونكتورز المختلفه. وتعرف برضو تعرف ان التردد برضو لما بيزيد الاتنويشن عندك بيحصل له انه بيقل. ده البرفورمانس بالنسبه للكواكسيال كيبل شبه مين اللي هو الجزء بتاع التويستد بير. النوع الاخير اللي هو الاوبتيكال دكتور، هو الاتنيويشن بيزيد مع التردد ولا بيقل؟ ايه بيزيد مع الفريكونسي الاتنيويشن هو بيزيد، هو عمال بيزيد. بيزيد هو انا قلت بيقل؟ لا بيزيد. لا بيزيد، ما هو حسب الرسمه يعني. بعد كده البندنج بتاع طبعا الجزء بتاع الاوبتيكال فايبر او الفايبر اوبتكس، فبدايته ان هو بيقول لك ان السيجنال اللي بتبقى ماشيه عندنا هي اللايت راي. خلاص كده، فبيبقى عندي هنا اللايت ايه، اللايت راي. اللايت راي ديت اللي بتبقى موجوده عندي. طيب دقيقه واحده بس يا جماعه، كده في تليفون كده، دقيقه واحده هبقى معاكم. فطبعا احنا زي ما انتم شايفين كده بنشوف البندنج اوف لايت راي. طبعا بيدي لك القوانين بتاعت اللايت ريز، عشان انت الكواكسيال كيبل بيتميز بالسرعه، يعني سرعه نقل الداتا، لان هو طبعا ان هو بالداتا اللي بتتنقل في صوره لايت، فاحنا عارفين من خواص اللايت اللي هي السرعه العاليه. فبالتالي ان هو الكواكسيال كيبل من ضمن الفيتشرز بتاعته هي سرعته العاليه. هو هنا بيدي لك البندنج اوف لايت ريز بيبقى عامل ازاي. طبعا بيقول لك لو عندك في حاجه اسمها الكريتيكال انجل، طبعا هنا لو الانكلينيشنز الانسيدنت انجل اقل من الكريتيكال انجل بيحصل ريفراكشن، زي ما احنا شايفين كده. لما يجي يساوي الكريتيكال انجل بتساوي الانسيدنت انجل، طبعا دي بتتحسب من قانون اسمه سنيل لو. بيحصل هنا بيبقى عندك الراي بيبقى ما بين التو ميديم كده، بيبقى خط ده الكريتيكال. لما بيزيد بقى الانسيدنت انجل عن الكريتيكال انجل يحصل ايه، عمليه ريفليكشن. يحصل عمليه ايه يا جماعه؟ يحصل عمليه ايه، ريفليكشن. طبعا هنا بقى بيوري لك انا عشان اعمل تو ميديم في الاوبتيكال فايبر بيبقى عندي الكور والكلاد. يبقى عندي الكور كور ميديم وعندي كلاد طبقه من الكلاد كده، كاني بغطيها بطبق طلاء كده من الكلاد، فبيبقى عندي تو ميديم. بحاول اخلي بقى احقق ان الانسيدنت انجل اعلى من ال سوري هو راح فين
دي واحده بس هي السلايد اهي، يعني بخلي ان الانسيدنت انجل اعلى من الكريتيكال انجل، فبيحصل عندك زي ريفليكشن بهذا الشكل من السندر للريسيفر، كله بيبقى داخل الكور بتاعه. وطبعا هنا قال لك البروباجيشنز مود، عندك المالتي مود اللي فيها ستيب اندكس وجريدد اندكس، وعندك الايه السنجل ايه مود. طبعا هنا انواع المودز، طبعا هنا بيوري لك الاستخدامات بتاعت السنجل مود والمالتي مود، والمالتي مود فيها الجريدد اندكس وفيها الايه ستيب اندكس. يعني الحاجات اللي هنجيبها لك نظري في اطار اللي موجود عندك في المحاضره، مش هنيجي نخرج بره هذا الايه الاطار بالنسبه لنا، بالنسبه للجزء بتاع الايه الترانسميشن ميديا سواء جايدد او ان جايدد. لكن هنا بقى احنا طبعا قلنا في بالنسبه للتويستد بير وبالنسبه للكوأكسيال كيبل، كل ما الفريكونسي بيعلى الاتنويشن عمال بيزيد، سواء في التويستد بير او في الكوأكسيال كيبل. طب بالنسبه للاوبتيكال فايبر ما بيخضعش القاعده، بيبقى بترسم طبعا الاكس اكسس بتتعامل مع ويف لينث بالنانوميتر، بنلاقي ان اللوسز زي ما انت شايف كده بيقل، وبعدين يروح عامل بيك كده زي ريزونانس وبعدين ينزل تاني، فمش خاضعين لقاعده معينه. ان احنا مش زي ما قلنا في التويستد بير او في الكوكسيال كيبل ان الاتينويشن بيزيد مع زياده التردد، هنا يعني التردد يزيد الاتينويشن بيحصل له زياده، انما هنا ما بيخضعش لقاعده معينه. الانجايدد بقى بنعرف منه برضو ثلاث انواع، الراديو ويف والمايكروويف والانفراريد. طبعا هنا الراديو ويف هي الرنجات القليله، الانفراريد الاعلى، اللايت ويف اعلى ترددات بالنسبه للفريكونسي باند اللي بتشغل. لما نيجي مثلا بنتكلم برضك على البروباجيشن ميثود، في طبقه طبعا احنا عارفين بنسمع عنها اللي هي طبقه الايونوسفير. الطبقه دي موجوده في الغلاف الجوي بتاعنا، فالريفرنس بالنسبه لنا لو انا عندي جراوند بروباجيشنز على سطح الارض، يعني قريب من سطح الارض، البروباجيشنز بيتم قريب من سطح الارض، فبتبقى الترددات بتاعتي اللي بتعامل معاها قليله، بتبقى في رينج ال 2 ميجا هرتز. انما لما بنبدا يحصل ان انا عندي البرج هنا تاور وبرج تاني بيحصل لهم كونكشنز ما بينهم وبين بعض، يعني بيبعتوا، يعني التاور ده بيبعت، البرج ده بيبعت للبرج التاني، فبيحصل ريفليكشن عن طريق طبقه الايونوسفير، دي بتبقى اسمها سكاي بروباجيشن. لو حصل حاجه زي كده اسمها سكاي، بنسميها سكاي بروباجيشن. وهناخد حاجه زي كده يعني قريبه منها بقى لما نيجي ناخد حاجه اللي هي الساتلايت كوميونيكيشن، هيبقى في عندك زي اكويبمنت اللي هو الساتلايت، المفروض انك عندك جراوند ستيشن بتبعت للساتلايت والساتلايت بيبعت للجراوند ستيشن الناحيه الثانيه. انما هنا عندي زي ريفليكشن حاصل في طبقه الايونوسفير، برج بيبعت لبرج فحاصل فيها عمليه ريفليكشن، ده اسمه سكاي بروباجيشن، بيبقى الباند بتاعي بيتراوح من 2 ل 30 ميجا هرتز. لو زادت بقى عن هذا الرينج عن ال 30 ميجا هرتز ما بيحتكش بطبقه الايونوسفير، بيبقى البرجين ان ذا سيم لاين اوف سايت مع بعض، يعني هم على نفس اللاين اوف سايت مع بعض زي ما انت شايف، يعني شايفين بعض. هنا البرجين اللي هم التو تاور مش شايفين بعض، اللي هي السكاي بروباجيشنز ده بيبقى التو تاور دول مش شايفين بعض، لكن هنا التو تاور هنا ايه مالهم شايفين بعض، ده بيبقى في رينجات الترددات العاليه اللي هي بتبقى اعلى من ال 30 ميجا هرتز. طبعا هنا بقى بيوري لك البندات المختلفه. على فكره الجدول ده مهم قوي لاي طالب اتصالات، بغض النظر انا هجيبه لك في الامتحان او مش هجيبه لك، بس هو مهم بالنسبه لك انك تبقى عارف كل باند بيبقى الابلكيشن بتاعه ايه، يعني ده جدول مهم بالنسبه لك، يعني لازم يعني حتى الصفحه دي يبقى مثلا خزنها عندك في على الموبايل بتاعك، بحيث تبقى عارف كل باند بيبقى الابلكيشن بتاعه ايه. يعني الفيري لو فريكوانسي مثلا بيبقى ده اللونج رينج راديو في النافيجيشن، النافيجيشن اللي هو زي الجي بي اس. اللو فريكونسي برضو في بيستخدم في النافيجيشن. الميدل فريكونسي يعني ترددات المتوسطه البند بتاعها يعني من 300 كيلو ل 3 ميجا، ده يبقى خاص بالايه بموجات الاي ام راديو. الراديو بتاعنا بيبقى فيه بيتعامل مع موجات الاي ام او الاف ام، فلو هو شغال على الاي ام بيبقى شغال على الترددات القليله، لما تعلى الترددات قوي يبقى شغال مع ترددات الاف ام، يعني ترددات الاف ام او البند بتاع الاف ام اعلى من البند بتاع الاي ام. يمكن الكلام ده طبعا انتوا تلاقيكم عارفينه من ايام الكوميونيكيشن ثيوري. في بقى الالترا هاي فريكوانسي،
زي السيلولار فون، وهتاخدوه في السنوات اللي هي اللي جايه في الموبايل كوميونيكيشن في السنه القادمه، الترددات الاعلى والاعلى في الساتلايت كوميونيكيشن والرادار والساتلايت، ده بيبقى في الرينجات بتاعه الترددات العاليه. يبقى عندنا في الراديو ويف وفي المايكرويف وفي الانفرا ريد. يعني ده بس الحاجات المهمه بالنسبه لنا. وطبعا بالنسبه للانتنه، الانتنه اللي عندنا هي دي الجهاز اللي عندي بيحول لي الالكتريكال سيجنال لالكتروماجنتيك بحيث انها تمشي في الجو. فطبعا هو بياخد زي ما انت شايف بانواع مختلفه، وهتاخده الانواع المختلفه بتاعت الانتنه في كورس الانتنه في السنوات القادمه. خلي بالك كورس كمبيوتر نتورك بيديك ايه بيزكس، يعني مش بيديك بيدخل ان ديتيلز على قد ما بيديك ايه، بيديك معلومات مهمه بالنسبه لك كطالب اتصالات يعني، خدت بالك. فهنا بيقول لك ان المايكرويف بتستخدم في اليوني كاست كوميونيكيشن زي السيلولار تليفون والساتلايت نتورك والوايرلس لان، والانفراريد بتستخدم في الشورت رينج كوميونيكيشن. استخدامات عايز حد اكبر الصوره؟ ماشي، ما اكبر الصوره. الانفراريد ممكن ان احنا نستخدمه في الشورت رينج كوميونيكيشن، في كلوزد اريا، في اللاين اوف سايت، ده بيستخدم الانفراريد. دي كده هو مراجعه سريعه على المحاضره اللي هي بتاع الخاصه بالجزئيه بتاعه الايه الترانسميشن، ايه الترانسميشن ميديا. طيب عايزين نشوف مثلا اللي هي المحاضره الخاصه بالسويتشنج. سويتشنج دي مهمه قوي، دي بقى ممكن يجي فيها مسائل اللي هي مساله اللي إيه؟ الاول الفرق بين الباكت سويتش والسيركت سويتش. حد يقول لي ايه الفرق بين الباكت سويتشنج والسيركت سويتشنج؟ بعدين بنراجع معاه ايه الفرق بينهم. ان الباكت سويتشنج بتبقى ديجيتال، انما السيركت سويتشنج بتكون انالوج. صح، دي حاجه تمام. ايه تاني؟ في حاجه مهمه قوي يا يحيى وانت بتقارن ما بين الباكت سويتش والسيركت سويتش غير اللي انت قلتها، في حاجه مهمه قوي. ها ايه هي؟ ها حد عارف مين اللي بيحتاج ديديكيتد بار؟ يعني لازم في ديديكيتد حاجه مخصصه، مسار مخصص، مين؟ السيركت ولا ها مين؟ all resources in circuit switching بيكون reserved duration أثناء يعني عملية الاتصال لحد ما كل الريسورس ملهوم، الاتصال ينقطع، كل الريسورس ملهوم محجوزة. صح كده، محجوزة يعني ايه؟ يعني انت حاجز المسار، ده اسمه ديديكيتد. ما دي قلنا اهم جملة، يبقى ده في السيركت سويتش. طب في الباكت انا مش محتاج العملية دي، يعني انا مش محتاج عملية حسب الطلب، حسب الطلب بالظبط. ليه؟ لان انا مقسم لمجموعه من الايه من الباكتس. دي اهم حاجه لازم تبقى عارفها بالنسبه للفارق الجوهري ما بين السيركت سويتش والباكت سويتش. تبقى عارف ان في الباكت سويتش في عندك اللي هي الداتا جرام والفيرشوال سيركت، انما المسج سويتشز الاخيره دي استخداماتها قليله جدا. فهو الاساسي دكتور بس عندي سؤال. اتفضل. عندي سؤال، هو الكونكتور والحاجات اللي زي دي انا مطالب ان انا اعرف الرسم بتاعها وكده؟ لا لا، هي يعني اصل مش عارف زي الار جي بيقول لك الميل والفيميل، وفي حاله كويس. لا لا مش مشكله. بص يا يحيى، انت تعرف بس هم انواعهم ايه، الكيبلز والابلكيشنز، وتعرف البرفورمانس يعني مثلا الفريكونسي بتزيد، الاتنويشن بتزيد، حاجات زي كده، والفروقات يعني الفرق. اهم حاجه في الشابتر ده الفرق ما بين الويف جايد المختلفه، يعني مثلا الكواكسال كيبل ايه فرقه عن التويستد بير، الحاجات دي الفروقات ما بينهم. هو نظري بس نظري. إيه انتوا حليتوا الكتاب؟ يعني الاسئله بتاعت الكتاب اللي انا قلت لكم عليها فيها مود وفيها مود الانسر دي حليتوها؟ لو حليتوها هتلاقيها ملخصه كل اللي بقوله، يعني بدل ما انت تتعب نفسك هتلاقي سؤال واجابه سؤال واجابه، هتسهل لك شويه. يعني لما بتلاقي سؤال واجابه كده بتسهل الدنيا قوي. ماشي، بالاضافه انت هتقرا المحاضره تيجي سؤال واجابه هتلاقيها زي المحاضره، فهتلاقي العمليه سهله بالنسبه لك.
بس الاسئله، في اسئله مثلا زي ايه، عمال يعمل لك الفريكونسي لما بيتغير بيقول لك الاتينويشن وعامل جدول، دي مش هجيب لك حاجات زي كده يعني، دي هي الاسئله النظري بس في الجزئيه بتاعت الترانسميشن ميديا. تمام. الجزء بتاع السيركت سويتش او الباكت ده، الفرق الجوهري ما بينه وما بين السيركت سويتش والباكت سويتش ده تبقى عارفه، لان ده اهم حاجه. تبقى عارف مثلا دايجرام زي ده، ان انا عندي مثلا مجموعه من السبسكرايبر عايزين يتواصلوا مع مجموعه من السبسكرايبر باستخدام السيركت سويتشنج، بيتم دوت ازاي؟ زي ما انت عندك كل سبسكرايبر بيشغل 4 كيلو، فاحنا لما جينا دخلناهم على بند، البند في الشانل بتاعتي 8 كيلو، فخدتوا سبسكرايبر لان كل سبسكرايبر 4 و4 8 عملوا مالتي بليكسنج على الشانل بتاعتي، خدت بالك؟ فهنا كان شرحنا هذا الكلام، ودي مالتي بليكسنج عند الايه، عند الريسيفر، فبالتالي حصل كونكشنز ما بين يعني مثلا سبسكرايبر رقم 1 عايز يتواصل مع سبسكرايبر رقم 7 او رقم، هو حسب ما كان بيقول لي في السؤال، بيقول لك ان واحد عايز يتواصل مع 7، فواحد بيروح ل7 بقى، هو عندي كوميونيكيشنز او في شانلز موجوده ما بين 1 وما بين 7. فاثناء المكالمه فهنا في ديديكيتد باص، كل ريسورس الوكيشن از ريسيرفد، محجوزه اثناء المكالمه حصل لها ريسيرفيشن. تمام. وهنا برضو ادانك اكزامبل تاني على السيركت سويتش، وبيقول لك ممكن الرسومات دي بتجي لنا نرسمها. هو الرسومات الرسمه ده كان اكزامبل، يعني ايه؟ هو شارح لك ترسميها ازاي، يعني هي الرسمه دي مش حفظ، يعني فاهماني يا باشمهندس نوران؟ ده مش حفظ الرسمه دي، الرسمه دي بناء، هو سائل السؤال بكذا فاحنا رسمناه، يعني مثلا سؤال زي ده احنا رسمنا السؤال الرسمه دي رسمناها بناء على الاكزامبل. فازاي؟ يعني مثلا قال لك ايه؟ قال لي عندي 4 سبسكرايبر، 1 2 3 4 بيتواصلوا مع 5 و6 و7 و8، وراني طريقه الاتصال ما بينهم. فعندي اللي تشانل، فانا لما جيت رسمت عندي تو تشانل، واحده 8 كيلو واحده 8 كيلو. حاصل هنا هو اللي قايل لي ان واحد بيتواصل مع 7، قايل لي استخدمنا نوع المالتي بليكسنج فريكونسي ديفيجن مالتي بليكسنج، قال لي ان تليفون 1 متوصل ب7، 2 متوصل ب5، فانا في الرسمه بتاعتي حققت ده اهو، 1 ب7 و2 ب5، بص كده ادي 1 اهو، فين 7 اهو متوصلين ببعض فعلا، و2 بكام؟ 2 ب5 ادي 2 اهو، بصي ماشي الاثنين ماشيه ازاي، حصل لها مالتي بليكسنج، 2 متوصله ب5 فعلا. المهم انك تحققي اللي موجود عندك في السؤال في الرسمه، يعني يبقى هو ده اللي فعلا مرسوم قدامي، فهي مش حفظ، لا هي دي بتبقى اجابه على الاكزامبل اللي هو قايل لي عليه. ما انا ممكن اغير اقول لك بدل ما واحد بيلينك مع 7 بيلينك مع حاجه تانيه، فانت هترسمي رسمه تانيه، فاهم قصدي؟ والرسمه ما فيهاش حاجه، ده هو اصلا هي مش هتخرج بره هذا الاطار، ان انا عندي عملت مالتي بليكسنج عشان احنا ما اديناش غير فريكونسي ديفيجن مالتي بليكسنج في هذا الموضوع. فانت تيجي لما تيجي تفكري تاخدي مثلا ادي واحد الاثنين والاربعه، هما الاثنين عملوا مالتي بليكسنج على الشانل دي، وواحد وثلاثه عملوا مالتي بليكسنج على مين؟ على الشانل الثانيه. وطبعا دي مالتي بليكسنج على اساس ان واحد متوصل بمين، اتنين متوصل بمين، يعني هو ده اللي ايه نحققه بناء على السؤال. الديلي بقى ده هو هنا بيعبر لي عن الديلي شكله عامل ازاي في السيركت سويتش نتورك. الديلي بيبقى شكل يعني الديلي ايه، لما بيجي مثلا الاي بيتواصل مع بي في ديلي حاصل، لما ديفايس ايه بيخاطب ديفايس بي وبعدين البي بيرجع يخاطب الاي، كل ده ديلي اثناء الكونكشن واثناء نقل الداتا واثناء الديسكونكشن، يعني في ثلاثه ديلي، ديلي بتاع الكونكشن وديلي بتاع الديسكونكشن وديلي خاص بالداتا ترانسفير. يبقى ده اللي انتوا تعرفوه في الديلي اللي موجود في السيركت سويتش. نفس الكلام بقى في الباكيت سويتش، بس الباكيت اللي انا عملته ايه؟ ان انا قسمت الداتا بتاعتي لمجموعه من الباكيت، فلما قسمتها لمجموعه من الباكيت ما بقاش في مسار ديديكيتد بمشي فيه. ليه؟ لان انا عندي زي ما ذكرنا ساعتها ان انا عندي مثلا ايه، هما متقسمين لباكيت 1 2 3 4، فباكيت رقم 1 اهو ماشي في مسار، باكيت رقم 3 ماشي معاه،
لانها الباكتس دي حاجه صغيره، يعني انا قسمتها لمجموعه من الباكتس فصغيرين، فتقدري في باص تمشي فيه ايه اكتر من باكت. فهنا مثلا هو موريني معبر يعني بشكل يعني توضيحي، ادي الواحد مشي الباكت رقم واحد ومشي على الراوتر ده وبعدين كذا لحد ما وصل. الاربعه برضو الاثنين مشي بطريقه، الثلاثه مشي بطريقه، بس طبعا ما كانوش مترتبين، يعني الواحد وصل الاول بعدين اربعه وصل بعد منه. فالمفروض ان كل باكت واخد رقم المفروض هيعاد ترتيبه بالترتيب اللي كان موجود عنده عند الترانسميتر. هو كان مترتب 1 2 3 4، هيعاد الترتيب بنفس الترتيب ده عشان الداتا ما يحصلهاش اي ايه لخبطه او حاجه من هذا القبيل. يعني دلوقتي انا عندي 1 ورا 2 3 4، يبقى لازم يعاد ترتيب الداتا عند الريسيفر. كل لازم لما نيجي نقسم الداتا لازم ندي كل واحده رقم عشان لما توصل للريسيفر ما يحصلش ايه لخبطه. طبعا وهنا قلنا اتكلمنا على الجزئيه بتاعه الراوتنج تيبل، مش يعني نعرف برضو الديلي بتاعنا. الديلي هنا مختلف شويه، طبعا الديلي هنا افضل بالنسبه للباكت سويتش. الترانسميشن تايم هنا لما راح لجهاز الراوتر في ويتنج تايم، بعدين الترانسميشن تايم برضو في ويتنج تايم، وهنا الترانسميشن تايم، لكن التاني كان في كونكشن ليه ديلي والديسكونكشن ونقل الداتا. هنا طريقه الايه الديلي مختلف. طبعا هنا بنتكلم بردك على الفيرتشوال سيركت نتورك، هي بقى بتبقى كروس ما بين السيركت سويتش والداتا ايه جرام نتورك، يعني هي ما بين الاثنين، ما بين البنين، يعني هي بين الاثنين، يعني واخده مزايا ده وعيوب ده. يعني يمكن الباكت سويتش عيبه مثلا يمكن في الديلي عن السيركت سويتش، لكن في ميزه ان هو ايه ان بيبقى بيحافظ لي على ديديكيتد باص. سوري بيبقى في مشكله في السيركت سويتش في الديديكيتد باص اللي موجوده في السيركت سويتش، انما الباكت سويتش انا مش بحجز ديديكيتد باص خاص بيا اثناء الايه اثناء مثلا زي مكالمه اثناء اي حاجه كونكشن ما بين الجهازين، ما ببقاش حاجز ايه مسار مخصص، بيبقى الموضوع مش ايه مش موضوع ايه ديديكيتد خلاص. فدي بتبقى ايه الميزه الجوهريه بالنسبه للباكت سويتش عن السيركت سويتش. فطبعا هنا بيقول لك الفيرتشوال سيركت نتورك ديت بتبقى بتجمع ما بين التو المزايا بتاعه الباكت والايه والسيركت سويتش. هنا بيدي لك برضو هي بتتعمل ازاي. ادي سويتش عندك، بيبقى عندك داتا معينه في طبعا هنا فيرتشوال سيركت ايدنتيفاير، بيبقى في رقم اسمه مثلا لو يكون رقم 14. طبعا الداتا لما بتنتقل من السويتش عايزه تروح ل سويتش اخر، فبتكون مثلا واخده رقم فيرتشوال سيركت ايدنتيفاير تاني اللي هو مثلا 77، اللي هي طبعا الحاجات دي كلها بتبقى متعرف عليها زي برضو الراوتنج تيبل اللي ذكرناه قبل كده. يعني انا عندي مثلا في المثال ده عندي انكومنج واوت جوينج، في عندي بورت مثلا رقم واحد وبورت رقم اتنين وبورت رقم تلاتة، البورت المختلفة الخاصة بالسويتش. فهنا هو معبر لك عن الداتا اللي بتتنقل، احنا عارفين انها متقسمة لمجموعة من الباكت، ففي عندي داتا مثلا واخدة رقم 77 وداتا واخدة رقم كام 14، دي الانكومنج. بقت اوت جوينج البورت رقم 3، اصبحت الداتا الفيرشوال سيركت ايدنتيفاير بتاعها بقى 22، اصبحت عند البورت رقم 2 الداتا بتاعت الاوت جوينج بكام ب 41. ده الحاجات دي كلها داخل السويتش نفسه، التعريفات دي كلها ده سوفت وير يعني بيبقى كل بورت متعرف ايه الرقم بتاعه، ايه الفيرتشوال سيركت ايدنتيفاير بتاعته بالنسبه للانكومنج وبالنسبه للاوت جوينج. كل الحاجات دي بتكون الكونفيجريشنز ده كله بيبقى ايه متعارف عليه. فهنا مثلا مثال اهو، انا عندي سورس بيوصل لديستنيشنز، السورس ده ادي الداتا دي 14، ادي بورت رقم 1 رقم 14، هو بيقول لي الاوت جوينج، هو المفروض الاوت جوينج بتاعه المسار اللي بيمشي فيه بيه عشان يروح للجهاز التاني رقم بي، بيقول لك ان هو رايح لكام؟ لبورت 3 والفيرشوال سيركت ايدنتيفاير ب 66.
بتيجي هنا بتلاقي عند السويتش التاني اللي تحت ده عندك جدول ليه الانكومنج بتاعه بورت رقم واحد واخد بي سي اي الفيرتشوال سيركت ايدنتيفاير بتاعه 66، بعدين بيقول لك بيخرج عن طريق بورت 2 وياخد فيرتشوال سيركت ايدنتيفاير 22. لما وصل للسويتش الجديد متواجد عندك الانكومنج بتاعه البورت والفيرتشوال سيركت ايدنتيفاير الخاص بالانكومنج والبورت والفيرتشوال سيركت ايدنتيفاير الخاص بالايه بالاوت جوينج، كل الداتا دي موجوده عندك عند الايه السويتش، بحيث ان هو كده السويتش بتاعك الداتا اللي جت من الديفايس ايه راحت للديفايس بي وصلت هي الداتا بالظبط، لانها لونها ازرق، هو رمز لها باللون الازرق، مشيت برضو باللون الازرق مع اختلاف ايه الرقم اللي جنبيها الهيدر ده الادرس اللي هي بتمشي بيه هو ده اللي مختلف، اللي هو الفيرتشوال اللي بيمثله العنوان ده بيمثله بالفيرتشوال سيركت ايدنتيفاير. مين اللي بيوجه؟ هو الجداول اللي قدامك دي، انت مش عليك بقى الجداول دي اتعملت ازاي دي جوه السويتش نفسه، لكن هي دي اللي وجهتني للجهه بتاعتي او الواجهه بتاعتي اللي انا بوصل ليها. طبعا هنا برضو بنفس الطريقه بيوضح لك بقى السيت اب ريكويست بيتم ازاي او السيت اب اكنولجمنت في الفيرتشوال سيركت بيتم ايه بيتم ازاي. وهنا الديلي اللي موجود في الفيرتشوال سيركت نتورك هو بيبقى برضو وسيط ما بين الديلي بتاع السيركت سويتش والباكيت سويتش. برضو الاستراكشر دي هسألك فيها، اللي هي فاكرين الاستراكشر بتاع السويتش؟ احنا قلنا الاستراكشر بتاع السويتش اهم استراكشر ان انا بستخدم المالتي ستيج سويتش، اللي هي بنقسم السويتش بتاعنا لمجموعه من زي ما انتم شايفين كده الكروس بار. ففي عندنا دلوقتي خليكم دي واحده بس خليكم معايا يا جماعه، يعني تاني بنقول ان الاستراكشر اللي قدامي ده اسمه المالتي ستيج سويتش، ده الهدف منه ان انا اقلل الكروس بار، يعني الهدف من هذا الديزاين ان انا اقلل عدد الكروس بار اللي عندي. طبعا انا لو شغال على المثال اللي قدامي ده لو انا ما عملتش المالتي ستيج هيبقى عدد الكروس بار اللي عندي كام يا جماعه؟ يعني انا لو ما عملتش الطريقه بتاعت المالتي ستيج سويتش دي هيبقى عدد الكروس بار اللي عندي كام؟ ها الناس معايا؟ هيبقى عدد الكروس بار اللي عندي كام؟ ها لو انا ما عملناش الطريقه بتاعت المالتي مالتي ستيج سويتش عدد الكروس بار اللي عندي الكروس بوينتس اللي عندي كام؟ الكروس بوينتس انا اسف هي انا بقولها الكروس بوينتس هيبقى عددهم كام؟ الكروس بوينتس هيبقى عددهم كام؟ ان تربيع ان تربيع مظبوط كده ان تربيع ايوه ان تربيع. طب لما جينا بقى عملنا المالتي ستيج هنقعد بقى نحسبها هنلاقي ايه؟ انا عندي هنا عشان احسب مثلا الكروس بار هنا عندي العدد ده ان مضروب في ان على ان، يعني هتشوف ستيج 1 فيها كام كروس بوينتس وستيج 2 فيها كام كروس بوينتس وستيج 3 فيها كام كروس بوينتس وتجمع الثلاثه مع بعض، فهتلاقي ان هي زي ما ذكرنا هتلاقي انها 2 كي ان زائد كي في ان كابيتال على ان سمول تربيع 2 كي ان اهي، اللي على اليمين وعلى الشمال عملوا لك كي ان، واللي في النص دوت هو اللي عمل لك ايه كيف ان كابيتال على ان سمول كيف ان كابيتال على ان سمول ايه تربيع اللي هو اللي في النص، فبالتالي ان هو عملوا لك كلهم على بعض اللي هو العدد دوت اللي قدامي العدد الكروس بوينتس اللي موجوده عندي 2 كيف ان زائد كي في ان على ان كل ده تربيع. طب يبقى العدد ده اقل من الان سكوير، فمثال احنا اتكلمنا عليه المثال ده مهم برضه، ديزاين 3 ستيج 200 في 200 سويتش، لو انا اشتغلت على النظام ان انا ما عملوش بالمالتي ستيج هيبقى عدد الكروس بوينتس كام؟ عدد الكروس بوينتس كام كده؟ 200 في 200 اللي هي 40,000. طب لو انا اشتغلت بالنظام بتاع المالتي ستيج هيبقى عدد الكروس بوينتس كام؟ هتروح مطبق بقى هو مدي لك الكيب كام باربعه والان بي ب20، فالقانون بتاعك عادي جدا بتعوض في القانون 2 كي في الان كابيتال زائد كي في ان كابيتال على ان سمول كل ده تربيع.
حضرتك بتعوض في القانون بتاعك تجيب عدد الكروس بوينتس، هتلاقي ان عدد الكروس بوينتس بتاعتك بكام؟ ب 2000. طب تخيل دي 2000 ودي 40000، يعني شوف بقى الفرق بين النسبة ما بين الاتنين. فدي برضو من المسائل المهمة بالنسبة لك، اللي هي الجزء بتاع المالتي ستيج وفر قد ايه بالنسبة لو انا ما عملتش الجزئية بتاعت الايه المالتي ستيج. فده لازم القانون ده تبقى عارفه يا جماعة، يعني القانون بالاحمر ده تبقى عارفه لانك هتعوض بيه. لو واحد مش عارفه بقى هتقعد ترسم الرسمة دي وتطلع منها النتيجة، ولازم تعرف ترسم الرسمة دي. يعني ممكن اقول لك ارسمها، ممكن اقول لك ارسم الرسمة دي بتاعت المالتي ستيج سويتش. ما هي الرسمة دي انت ترسمها، لان هي دي اللي عملت لي ايه، هي دي اللي قالت لي عدد الكروس بوينتس. فممكن اجي في المسألة دي، نفس المسألة دي، اقول لك ارسم لي بقى الرسمة، يعني ارسم لي الرسمة وقول لي عدد الكروس بوينتس بكام، ولو انا ما عملتهاش مالتي ستيج يبقى عدد الكروس بوينتس بكام. ماشي. كان التايم سلوتس انترتشينج دي كان لحد، احنا وقفنا لحد هنا اكزامبل 8 4 خلاص. يبقى ايه يعني ايه هو ده اللي كان عليك. فمهم بالنسبه لنا يا جماعه تاني، الرسمه دي مهمه، لازم تعرف ترسمها وتعرف والقانون بتاعها، تعرف عدد الكروس بوينتس بعد ما تستخدم مالتي ستيج، ولما استخدمتش مالتي ستيج ان عدد الكروس بوينت بايه، بان سكوير. ماشي كده. في حاجة لحد كده؟ يبقى ده بالنسبة للسويتشنج. يبقى بالنسبة للسويتشنج السؤال بتاع الستراكشر ده مهم قوي، اللي هو الستراكشر بتاع السويتش، ازاي المالتي ستيج وفرت في عدد الكروس بوينتس. طيب في بقى الجزء بتاع الاي بي بقى، اللي هو اخر حاجة، هيبقى برضو عندنا اسئلة على الاي بي فيرجن 4. اخباركم ايه في اي بي فيرجن 4؟ الاي بي فيرجن 4 نوعية الاسئلة لازم اسألك في التحويل، طريقة الكتابة الاي بي فيرجن 4 في كام طريقة احنا قلناهم عشان نعبر عن الاي بي، عن الاي بي ادرس في كام طريقة؟ ها في كام طريقة؟ ها في كام طريقة يا جماعة؟ سامعيني ولا لأ؟ في كام طريقة عشان أمثل الأي بي أدرس؟ أنا ساعات لما ما بتردوش بحس المايك ممكن يكون مقفول ولا حاجة. في كام طريقة عشان أعبر عن الأي بي أدرس؟ في طريقتين، يا اما بالباينري نوتيشن يا اما بالدوت الديسيمال، صح ولا لا؟ يا اما بالباينري نوتيشنز يا اما بالدوت الديسيمال، اللي هما الطريقه دي او دي. انا هديك مثلا، ممكن ادي لك الديسيمال واقول لك حولها الباينري، او اجيبها لك العكس. واخدين بالنا؟ انتوا سامعيني ولا لا يا جماعه؟ انا مش حاسس فيه تفاعل قوي. يبقى في عندي مين حضرتك يا دكتور؟ اتفضل. طيب في عندي طريقتين، الطريقه اللي هي باستخدام الباينري نوتيشن، او طريقه استخدام الدوتد ايه ديسيمال. لو انا جبت لك الدوتد ديسيمال وحولها للباينري، خدت بالك؟ احنا قلنا في طريقه سريعه عشان المسائل، يبقى برضك ايدك تبقى سريعه في الامتحان. انت عارف ان وقت الامتحان ايه، انت عندك امتحانين، ميد ترم وايه وفاينل، فلازم وانت في الامتحان تبقى حريص بس ان الوقت، يعني لما يجي لك مثلا مساله الدوت الديسيمال، احنا قلنا ازاي نحول من دوت الديسيمال لباينري. الطريقه قلناها ايه؟ في حد فاكرها؟ يعني انا عندي دكتور هرص مربعات، هرص الثمان مربعات. ايوه الله ينور عليك. هو طبعا الطريقه بتاعت المربعات دي اسهل طريقه. هو هنا دي مسألة باينري، هي لو باينري الدوت الديسيمال سهلة ما فيهاش حاجة خالص، بتاخد كل واحدة تضربها في الويت بتاعها وتجمع، فدي سهلة. إنما دي اللي طويلة شوية، فأسهل حاجة زي ما زميلنا إيه اللي إحنا شرحناه في المحاضرة،
انك المربع اللي على الشمال خالص الخانه اللي على الشمال بكام يا جماعه؟ افكرك الخانه اللي على الشمال كانت بكام؟ 28 128. ايوه، تبقى انت عارف ان الخانه دي 128 وديت 64 ديت 32، ده الخانه يعني، وديت اللي بعديها كده اقل منها 16، 8 4 2 1، تبقى انت عارف الخانات كده، هما دول الخانات بتاعتك، دول كام خانه؟ هو 1 2 3 4 5 6 7 8، تتاكد انهم 8 عشان ما تبقاش في خانه نسيها. فاول حاجه 111 هشوف خانه ال 128، لو حطيتها بواحد يبقى انا عديت ال 111، فحطها بكام؟ بزيرو. بعدين خانه ال 64 اقل من 111 فحط فيها واحد. خانه ال 32 لو حطيت فيها واحد مقبول بالنسبه لي، 32 و64 يديني 96 مقبوله بالنسبه لي لان انا لسه ما عديتش ال 111. خانه ال 16 لو 96، انت دلوقتي واقف عند كام؟ قلنا 96، زودت عليها 16 يبقى انت 112 عديت، يبقى لا، يبقى دي تتحط فيها زيرو عشان لازم ما تعديش القيمه اللي عندك. انا واقف عند كام؟ قلنا 96، 96 و8 يبقى 104 ما عدتش. بعدين عند خانه الاربعه ازود احط واحد يبقى 104 و4 يبقوا 108 ما عدتش. بعدين 110 100 لحد ما وصلت ل 111. شوف كده رحت مكونها في السريع اهي، نفس الكلام اللي هنا بالظبط، تمام؟ فهي دي بسرعه جدا تقدر انك انت تعملها. برضك بقى شوف، بس قيس على كده 56 45 78 وهكذا. يبقى دي نوعيه اسئله انك حول من ديسيمال دوت الديسيمال لباينري، او من باينري لدوت الديسيمال. النوع الثاني على الكلاسز اللي هو الجزء بتاع السب نيتنج والماسكينج والحاجات دي. طبعا ايه، ان انا السؤال السهل حدد الكلاس بتاعك، ده سهل جدا بناء على اللي موجود عندك هنا. لو انا شغال بنظام الباينري، لو اول حاجه على الشمال صفر يبقى كلاس ايه، اول حاجه على الشمال 1 0 يبقى كلاس بي، 1 1 0 يبقى كلاس زي ما مرسوم عندك كده. الدوت الديسيمال برضو لو هو متمثل في صوره ديسيمال، لو اللي على الشمال من 0 ل 127 يبقى كلاس ايه، من 128 ل 191 يبقى كلاس بي. يبقى الشمال خالص هو اللي بيقول لي الفئه اللي انا شغال فيها. معايا يا جماعه؟ طيب دي نوعيه برضو اسئله، ان انا اقول لك انت كلاس ايه ولا بي ولا كذا، تمام؟ الاسئله المهمه في الموضوع اللي هي الجزء اللي انا لما يجي عندي سبنيتنج. ليه؟ لان انا عندي كاني عندي مؤسسه وانا عايز اقسم الاي بي هات في هذه المؤسسه. هشتغلها ازاي؟ خدنا بالنا؟ فلما يكون مثلا عندي زي المؤسسه دي عندك بلوك كده، هنا مثلا بنبص هنا 205 و16 و37. طبعا احنا قلنا السب نيتنج لما بنقول سلاش رقم، هنا في المساله دي سلاش كام؟ وليه؟ احنا عندنا بيبقى عندي الايه الاربع ارقام بتوع الاي بي ادرس سلاش رقم، في رقم هنا بكتبه سلاش رقم هنا في المساله دي، الرقم اللي يتكتب هنا كام يا جماعه وليه؟ ها؟ رقم الحاجات الثابته. ايوه، الرقم الحاجات الثابته اللي هو كام هنا في المساله دي، صح كده؟ 32 ناقص 4 اللي هو كام، صح؟ 28 28 زي ما زميلك قال، الاربعه اللي في الاول هم اللي متغيرين، خدت بالك؟ فيبقى انا عندي سلاش 28، يبقى سلاش 8 وكام؟ 28، يبقى سلاش الحاجات الثابته اللي موجوده ثابته بالنسبه لي، فهي دي اللي موصفه لي الشكل اللي قدامي ده. فانا بقى عندي اللي على اليمين اول اربعه بيتس اللي على اليمين هما اللي متغيرين، فبادئين من اربع اصفار لاربع وحايد، اكون بقى منهم اشوف الديسيمال بتاعي عباره عن ايه، فهلاقيه بادئ من 32 بالديسيمال ل 47 والباقيين كلهم ايه؟ ثابتين طبعا. فلذلك سلاش الان دوت بيعبر عن الحاجات الايه الثابته اللي عندي. فهنا ده بيديفاين ذا ماسك. الماسكينج طبعا في ناس بتشتغل في حل هذه المسائل انها تجيب الماسك وتحل،
وفي ناس ما بتحبش الماسكينج. انا بفضل انك تشتغل بالماسكينج، لان هو ده على فكرة هو ده اللي يعتبر اي واحد شغال في جزء عايز يفهم الاي بي فيرجن 4 لازم يعرف يعمل ماسكينج، بغض النظر ان الاسئلة هنا عشان سهلة شوية ساعات انت ايه ما بتستخدمش الماسكينج. فمثلا مثال يعني لما باجي اقول لك الاول ادرس موجود عندك بكام، فاول ادرس بتيجي بتشوف الان بتاعتك اللي هي مثلا ب 28، يبقى بتقول 32 ناقص 28 ب 4، يبقى اول ادرس الاربعه دول يبقوا بصفار. اول ادرس الاربعه تحطهم بصفار وكمل الباقيين الثابتين زي ما هم عندك. فمثال عشان يوضح هذا الكلام اهو، مدي لي مؤسسه معينه، مدي لك احد الاجهزه اللي فيها، مدي لك الاي بي بتاعتها، وبيقول لك ايه الفيرست ادرس هنا وايه اخر ادرس عندك، اول ادرس بكام واخر ادرس بكام. فحضرتك كل ما عليك انك بتعمل ايه، بتكتب الادرس بتاع الايه واحد منهم، بتيجي عند الاربعه اللي على اليمين. حضرتك كتبت الادرس اللي قدامك بتاع الجهاز اللي عندك اللي هو مديهوني، كتبت اول اربعه بيتس استبدلهم بصفار، يدي لك اول ادرس في الشبكه دي. يعني لازم تديني جيفن في السؤال، تديني مين ادرس معين، لازم تديني عنوان معين بتاع جهاز عشان اجيب لك الجهاز الاولاني بكام. عشان اجيب الجهاز الاولاني بكام احط اول اربعه على اليمين بصفار. طيب اخر حاجه بتبقى بايه بكام، احط بدل اربع اصفار احط اربع وحايد، ده اللي بيقول لك عليه. طب عدد الادرس كام؟ 2 اس 32 ناقص ايه. طيب لو حد بقى هيجي دلوقتي انذر واي اللي هي باستخدام الماسكينج، ازاي نجيب الفيرست ادرس واللاست ادرس والنمبر اوف ادريسز باستخدام الماسكينج؟ قال لك الماسكينج بتاعك حضرتك اللي ثابت يبقى كله بوحايد عشان تعمل ماسكينج للشبكه بتاعتك، فبتحط كل الحاجات الاول انت عندك 28 هم دول اللي ثابتين فبتحطهم بوحايد، واللي مختلفين تحطهم بصفار. ده الماسك بتاعك بتاع الشبكه بتاعتك اهو، ده الماسك. حضرتك بقى جيب، هو بيدي لك جيفن اي عنوان اي ادرس، لو عملت اند مع اي ادرس، الماسك اند مع اي ادرس يدي لك اول ادرس. يعني اي جهاز في الشبكه ليه اي بي ادرس حضرتك عملته اندنج مع الماسك بتاع الشبكه بتاعتك اللي انت شغال عليها، لازم يديك اول عنوان في الشبكه. ده لو عملت عمليه ايه اند. طيب بالنسبه لو عايز اعرف اخر عنوان، قال لك تعمل للماسك كومبلمنت، يعني لازم تعمل للماسك كومبلمنت وتعمل عمليه اورنج ما بين الادرس وما بين الماسك كومبلمنت، يدي لك اللاست ادرس. الماسك كومبلمنت يعني ايه؟ مش الماسك كان كله وحايد، اول 28 على الشمال بوحايد والباقي بصفار اللي على اليمين، فهنا هتعكسها هتخلي اول 28 بصفار والاربعه على اليمين بوحايد، وحضرتك هتعمل عمليه ايه؟ اورنج ما بين، يدي لك اخر ادرس. طب عايز اعرف عدد العناوين او عدد الاجهزه اللي عندي داخل الشبكه، قال لك حضرتك برضك الماسك كومبلمنت ده اللي طلع عندك حوله لديسيمال، لما تحوله لديسيمال الماسك كومبلمنت هيطلع 15، زود عليه واحد هو ده يديك العدد بتاع الادريسز. في واحد هيقول لي ده العمليه فيها حفظ، على فكره اللي بيشتغلوا في الشبكات بالنسبه لهم الكلام ده يعني كانه بيجمع 1 زائد 1 بيساوي 2، 2 زائد 3 بيساوي 5، يعني كانه بيعمل عمليات سهله جدا. يعني كل واحد تيجي تقول له الفيرست ادرس يقول لك بعمل الماسك مع اي عنوان في الشبكه، يروح مديني ايه؟ اندنج مع بعض، يديني اول عنوان اخر عنوان، ان انا الماسك كومبلمنت اعمل اورنج مع اي جهاز عندي الاي بي ادرس عندك موجوده، يروح عامل اورنج. عايز عدد الحاجات يقول لك الماسكينج الكومبلمنت اللي انت جبته احوله للديسيمال وازود عليه. كل الحاجات دي الناس بتوع الشبكات على طول حريفه فيها، ما بيغلبوا يعني ما يقعدش يفكر كتير، هو الحاجات دي سيستماتيك جدا، يعني اللي هيشتغل في الشبكات هيعرف ان الحاجات دي سيستماتيك.
طبعا هنا بقى بيقول لك النتورك كونفيجريشنز. طبعا هنا الفيرست ادرس از نورمال نوت اساين. طبعا هنا الفيرست ادرس مش مخصص للجهاز بعينه داخل الشبكه، ممكن يكون اي جهاز معين. واحنا خدنا بقى لما يجي عندنا اتش ادرس في البلوك كان بي كونسيدر از تو ليفل ادرس. طبعا احنا برضو حلينا مسائل على الجزئيه بتاعت 3 ليفل هيراركي في الاي بي فيرجن 4. لما جينا بقى اتكلمنا عندك شركه انترنت سيرفيس بروفايدر مزود خدمه فيها بلوك اوف ادرس ستارتنج من 190 و100 و00 وسلاش 16. عايزين نوزع هذه الادرس لثلاثة جروب من الكاستمر. فيرست جروب ليه 164 عميل، كل واحد بيحتاج 256 ادرس. وطريقه ثانيه عندك مجموعه ثانيه فيها 128 كاستمر، كل واحد بيحتاج 128 ادرس. ومجموعه ثالثه فيها 128 كاستمر، كل واحد بيحتاج 64 ادرس. فقال لك اعمل لي ديزاين للسب بلوك. في حد عنده حاجه؟ عنده واوجد لي هاو ماني ادرس ار ستيل افيلبل افتر ذيس اللوكيشنز. طبعا انت لما بتيجي هتعمل الالوكيشنز بتاعك، والمساله دي احنا شرحناها المره اللي فاتت، انت كانك شركه مزود خدمه انترنت سيرفيس بروفايدر. الشركه دي بتوزع الاي بي هات على الاجهزه ازاي او على العملاء ازاي، هو دي الفكره. ففي ممكن مجموعه في 64 عميل كل واحد بيحتاج 256 ادرس، مجموعه ثانيه فيها 128 عميل كل واحد بيحتاج 128 ادرس، مجموعه ثالثه فيها 128 عميل كل واحد بيحتاج ل 64 ادرس. هتضطر تعمل ايه؟ المؤسسه اللي عندك زي ما انت شايف كده الاي بي ادرس بتاعك بيقول لك ستارتنج ويز، يعني ابلوك اوف ادرس بدايته اهي ال 16. يبقى انت خلاص عرفت اوريدي ان ان انت عندك ايه ال 16 بتوعك ثابتين وال 16 التانيين مختلفين. فانت دي الديزاين اللي تمشي على اساسه. فلو عندك 16 مختلفين يبقى انا عملت كام ادريسيز؟ 2 اس 16. المسائل اللي فاتت كانت 4 بس بيتس هما اللي موجودين، فعمل لي كام؟ 16 ادرس. لكن هنا انا عندي 16 بيتس اللي على اليمين باخد الاحتمالات المختلفه بتاعتهم، فبالتالي عمل لي 65536 اللي هي 2 اس 16. فحضرتك بتقسم هذه الادرس لثلاث مجموعات، مجموعه فيها 64 عميل كل واحد محتاج 256 ادرس. فاحنا قلنا ازاي نعمل هذا الكلام. اولا بتعرف انت لما محتاج 64 عميل كل واحد محتاج 256 عنوان، 256 عنوان عرفت ان انا سلاش 24. ليه؟ لان 256 يعملوا لي الثمانيه اللي على اليمين هم اللي مختلفين، فعرفت سلاش 4 يبقى انا عرفت ان ايه سلاش 24. ابدا بقى بالسلاش 24. انا عندي المجموعات بتاعتي متقسمه ازاي؟ قال 64 كاستمر، الفيرست جروب في 64 كاستمر. عشان يغطي ال 64 كاستمر انا عندي 190 و100 و00 وهنا 190 و100 و0 255. طب هنا عمل ايه بقى؟ يبقى خد ال 0 و255، الواحد ومع ال 255 ال مشي كده، فضل ماشي 0 1 2 لحد 63 كده، خد 64 اللي هم ال 64 كاستمر بتوعه. يعني هنا خد ال 64 كاستمر بتاعي اهو. يبقى كده الفيرست كاستمر اهو، انا اسف، الفيرست كاستمر اهو بتاع الجروب الاولاني اهو، العميل الاول اهو خد اهو، العميل الثاني، العميل الثاني لحد العميل رقم ايه 63 يبقى من 0 63 يبقى عمل 64 عميل. فهنا استخدم 64 في 256 يعني استخدم 16384 ادريسيز، هم دول اللي ايه اللي استخدمهم معايا. كل كاستمر اهو، كل كاستمر مخصص له مجموعه من العناوين اللي هي 256 اهو. بص الكاستمر الاولاني اهو ليه 256 لانه بادئ من 0 ل 255،
واخد 100، واخد اهو اي بي 190 100 0 0، وده 190 100 0 255، يبقى خد 256. العميل الثاني خد 190 101 0 و190 101 ل 255، يبقى خد كده 256 ادرسز. نعم. التسليمة دي بتتعمل ازاي؟ الايه؟ التسليمة دي ازاي بتديها من كده بناء على انا دلوقتي عايز اللي طلبه مني عايز اعمله. هو عايز مني ايه؟ مش قالك ان الفيرست كاستمر واخد 256 عنوان، صح ولا لا؟ طب حضرتك عشان تعمل ال 256 عنوان، احنا اتفقنا ان اللي على اليمين خالص هو اللي بيختلف، مش كده؟ اللي على اليمين هو اللي بيختلف، صح ولا لا؟ يبقى اول 3 190 100 0 ثابته، 190 100 0 ثابته، اختلفت من 0 ل 255، صح ولا لا؟ يبقى كده عمل لي كام؟ 256. الكاستمر اللي بعديه بدل ما نعم ده بلس سي كده؟ كلاس سي، ده كلاس سي. اللي بعديه بص واخد واحد، وهنا واخد كام؟ 190 101، ده كاستمر تاني واخد اي بي ادرس، اختلف في الزيرو ل 255، صح؟ يبقى عمل لي كده، مش عمل لي 256 ادرسز للكاستمر التاني فعلا ولا لا؟ شايفها ولا مش شايفها؟ يعني واخد اول واحده 190 و101، اول ثلاثه واخدهم زي بعض بلس سي، اول ثلاثه واخدهم زي بعض، ده الكاستمر التاني واخد 190 101 زي بعض. يجي في الثمانيه بيتس اللي على اليمين يغير من 0 ل 255، واخده من 0 ل 255، صح ولا لا؟ المجموعه دي مظبوطه كده. التالت يعمل نفس الكلام، ياخد 256 ادريسز ازاي؟ واخد 190 100، وياخد رقم في الرقم التالت، ياخد رقم تاني، ياخد 2، ويفضل 190 100.2، ويغير في الايه؟ في اللي على اليمين خالص. ها؟ واضحه كده شويه ولا ايه؟ هي عايزه ايه؟ هي عايزه تركيز شويه. نعم. زود نعم. واحد وخليها 256. ايوه. بيزود واحد عشان يغير، كل كاستمر يبقى واخد اي بي ادرس جديد. يعني مثلا ايه؟ واخد بالك؟ فهي هي عايزه منك بديهيات، يعني كانك انت راجل بتقسم اي بي هات على مجموعه من الاجهزه. خدت بالك؟ انت بقى بتشوف بتقسمها ازاي؟ انت بقى الراجل اللي ايه؟ يعني لازم تركز شويه وتفكر وانت بتدي الاي بي ادرس للاجهزه بتاعتك. بتديها لهم ازاي؟ فتفكر صح؟ واضحه كده؟ فهي بصوا يا جماعه، يعني ايه؟ سكند جروب، جروب تاني فيه 128 عميل، كل واحد بيحتاج 128 ادرس. طيب 128 ادرس، 128 ادرس، 128 ادرس يعني كام؟ يعني السبعه اللي على اليمين، السبعه اللي على اليمين هيتغيروا، يبقى ال 25 اللي على الشمال هيفضلوا ثابتين. يبقى مش هي 25 سلاش 25؟ المهم سلاش 25 دي عارفينها، صح كده؟ سلاش 25 دي مظبوطه؟ جبتها منين؟ لما اقول لك 128 انا عرفت انها سلاش ايه؟ سلاش 25. واضحه كده؟ طيب كل كاستمر واخد من كام؟ من 0 ل 127، لانهم 128 واحد. خدت بالك؟ خلي بالك بقى ان الجروب الثاني ده بدأ من بعد ال 63، بقى 190.100 بوينتر، عشان دي مجموعه ثانيه، فخدت بوينت 64، ثبتنا ال 64، خدنا من كام بقى؟ من 0 ل 127. اللي بعديها خدت من 128 ل 255، عايزه حرفنه. هي عايزه حرفانه شويه في التقسيم بتاع الاي بي هات. يا دكتور انا هو بيطلع بالنص كده. نعم؟ يعني هو زي اللي بيطلع بنص كده من 128 ايوه، نص ال 256 كده اللي بعدها. ما هي عايزه، بص هي المشكله، عارف انا اللي مضايقني ان انا مديك الاجابه، عارف انت لو فكرت فيها لوحدك ممكن تجيبها،
وهتلاقي الاجابه دي، لكن انت عشان شايف الاجابه ملخبطه يعني، فاهم ازاي؟ انت لو انت لو فكرت فيها لوحدك هتجيبها برضه، بس هي لفه شويه، بس بتوريك ازاي الاي بيهات بتتاخد. هي المساله دي رخمه شويه، بس حلاوتها يعني بتستفيد من فهمك للجزئيه بتاعت الاي بي فيرجن 4، ازاي بيقسموا الاي بي ادرس على الاجهزه بناء على انا عندي كونديشن وانا قلته وحطيت الاي بي ادرس للاجهزه بناء على هذا الكونديشن اللي احنا طالبينه. خدت بالك؟ مجموعه ثالثه 128. طيب انا عايز السلاش اتش نيدز 64 ادرس، السلاش هنا بكام؟ اخر واحده السلاش هنا بكام؟ الرقم اللي بعد السلاش كام؟ ها ها، لازم اوريه لكم 26. عرفتوا ليه 26؟ ها ايوه يا باشمهندسين، انتوا معايا ولا لا؟ انا عارف، بس معلش انا اسف المحاضره كانت متاخره شويه، انا عارف. ها الناس معايا ولا ايه؟ سليمان اللي كان بيجاوب عليا، عبد الكريم، مع حضرتك يا دكتور، مع حضرتك. عارف ال 26 دي عبد الكريم جت منين؟ ها ايوه عبد الكريم، عارف ال 26 جت منين؟ ايوه راح فين عبد الكريم يا عبد الكريم؟ ها مش عارف. ها نقول تاني، انا لما جيت بقول ها هتجاوب. احنا عندنا 64 ادرس، 64 ادرس يعني ايه؟ يعني الستة اللي على اليمين هما اللي بيتغيروا، مش كده؟ يبقى كام واحد على الشمال ثابتين؟ ما هما اتنين عددهم كله 32، يبقى 26 على الشمال ثابتين اهو، ده اللي طلعه لك 26 اهي. دي اللي دي الدينامو اللي بيحركك بقى لما تعرف ان دي كده. فشوف شوف بقى انت الجروبنج اللي انت بتعمله يعني كام بقى؟ قال لك كل كاستمر واخد 64، يبقى بقى قال لك 190 بوينت 100 بوينت 128 من 0 ل 63، وبعدين كمل من 64 ل 127، واخد بالك؟ فهو كده ايه يعني من 0 ل 100 ل 63، يبقى كده كل كاستمر خد الجروبنج. نه مش هي بتكون مثلا 64 دي 2 في 6 وهم كلهم 32، فبتطرح 6 دي من 32 بالظبط. تحط الرقم بتاعك اللي هو السلاش اللي في الاخر. ايوه بالظبط، ما ده اللي انا بقول عليه. اه بالظبط، تمام. ده بيحرك لك الاجابه. يعني انت دلوقتي عرفت ان في 26 دلوقتي ثابتين، خدت بالك؟ منها انت جبت ايه بقى؟ عندك الكاستمر الاهو من 0 ل 63، خدت بالك؟ وقسم بقى عندك ليه 0 ل 63؟ لان هو قال لي ان كل جروب 64. بص دي بقى الحركه الثانيه، هو قال لك ايه؟ كل واحد بيحتاج لكام؟ 64 ادرس، وبيقول لك تمشي كأنك تمشي بروب بروب بروب. ايوه، بيقول لك الثيرد جروب ليه 128 كاستمر، الثيرد جروب ليه 128 كاستمر. فحضرتك ال 128 كاستمر ازاي؟ اهو السؤال التالي، 128 كاستمر، 128 و128 خدتهم مع بعض، بعدين 129 و129، 130 130، هيعمل العدد الكلي هنا هيبقى 128. هي عايزه بس منك معلش مجهود شويه في التركيز فيها. هي دي كانت اخر اكزامبل عندنا، يعني يا ريت بس تركزوا فيه. انت لو ده فهمته كويس اي مساله هتجيلك ان شاء الله هتحلها، اي مساله هتجيلك في الامتحان هتعرف ايه، هتعرف تحلها. ده اصعب اكزامبل عندك اللي هو الجروبس، الجروب 1 وجروب 2 وجروب 3، ففهمه كويس كده تقدر تجاوب اي سؤال عندك يعني. فانا عايزكم برضو ايه يعني
يعني تشوفوا برضو الأسئلة، ولو في حاجة تبعتولنا على الجروب ونتواصل مع بعض يعني. دكتور رضا، الامتحان هيكون نظامه ازاي؟ كام سؤال او اللي هو هيكون الامتحان زي ما بقولك طبعا هيبقى في الميد ترم سؤالين واربع اسئله على في الفاينل، والاسئله كل في الفاينل هيبقى مثلا الجزء الاولاني في شويه مثلا ايه حاجات نظري، نفس الحاجات اللي احنا راجعناها عليها في المحاضره اللي فاتت، جزء مش عارف الاو اس اي موديل تبقى عارف كل الليرز اللي عندك المختلفه، عارف المساله اللي احنا حليناها لما بيبقى في عندك جهاز بيبعت لجهاز في شبكه مختلفه ايه اللي بيحصل في الداتا لينك لاير وفي النتورك لاير، من حيث انك انت بتحط لنا اللوجيكال ادرس والفيزيكال ادرس بالنظام اللي احنا قلنا عليه، احنا كنا بنحط اللوجيكال ادرس بنرمز ليه برمز زي ليترز، والفيزيكال ادرس بنرمز ليها بارقام، فبرضه في الامتحان هجيب لك زي الاكزامبل اللي كان موجود عندك في الايه؟ في المحاضره، واخد بالك دي المسائل يعني. خدت بالك؟ نيجي مش عارف فاكر انت مش توبولوجي، اجي اقول لك عدد الكيبلز بكام، حاجات زي كده. طبعا في السيجنال الجزء بتاع الجزئيه بتاعت السيجنال لما يجي يقول لك السيجنال دي بيريودك، جيب لي في الفريكوانسي دومين، يبقى لازم تبقى الايه الحمليه ديسكريت، خدت بالك؟ لما تكون نون بيريودك تبقى ايه كونتينوس، تبقى واخد بالك من الحته دي، عشان حاجه اقول لك ارسم ارسم شكلها في الفريكوانسي دومين بيبقى عامل ازاي، فانت تاخد بالك السيجنال دي بريودك يبقى لازم في الفريكوانسي دومين تبقى ديسكريت، نون بريودك يبقى كونتينوس، الحاجات دي. الجزء بتاع الترانسميشن ميديا نظري، السويتشنج هسالك مساله في الاستراكشر اللي هي بتاعت المالتي ستيج سويتش والبتاع، الحته دي هسالك في حاجه زي كده. هنا هسالك في الاي بي فيرجن 4 في التحويلات، وسؤال كده بقى لا عايزك بقى تشغل دماغك شويه ماشي، عشان اي بي فيرجن 4 ده اهم موضوع درسناه في الكمبيوتر نتورك ماشي يا جماعه، اتمنى لكم التوفيق في الامتحان، امتحان بسيط مش صعب ولا حاجه، بتركز الدنيا كلها سهله بالنسبه لك، هي طبعا معلش الماده دي المفروض يعني، وده بنعدله في اللائحه الجديده، المفروض يبقى ليها سيكشن عشان المسائل اللي كانت موجوده في الكتاب دي، واخد بالك؟ بس هي انا بعت لك الحل بتاعها بحيث يبقى فيه اكثر استفاده من هذه الماده، لانها مجرد مقتصره بعملي، لا يعني المفروض في معمل وفي سيكشن كمان تاخد فيه حاجات وتحل مسائل وكلام من. طيب انا خلصت بس اللي عندي، انتوا عندكم اي اسئله؟ في أسئلة يا جماعة؟